إذا رأيت جمل ميت في الصحراء لا تقترب منه أبدا، خطير جدا. ولكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، فالدال على الخير كفاعله. يعتبر الجمل واحدا من أعظم الحيوانات التي توجد في الصحراء، حيث يستخدم في الكثير من الأغراض والتي تساعده على نقل الكثير من البضائع والأشخاص في هذا المناخ الحار. هذا يرجع إلى الطبيعة الجسدية الغريبة التي يتمتع بها. كما يقال أنه عبر التاريخ كان يتم استخدام هذه الحيوانات في الصحراء، مما يؤكد على مكانتهم المتميزة للغاية، حيث كان يتم استخدامه في التجارة. وهذا كان يجعل الكثير من الناس يتساءلون حول عدم استخدام الخيول في هذا الشيء في الصحراء. وبالرغم من أن الخيل يتمتع بقوة كبيرة جدا، هذا سوف نتعرف عليه اليوم في هذا الفيديو. هل أنتم مستعدون؟ يستطيع الجمل المشي مسافة 160 كيلومترا في اليوم الواحد، كما أن لديه قوة في النظر تعادل 5 مرات قوة الحصان، بالإضافة إلى أن القدم التي يتمتع بها الجمل هي ما تساعده على التحرك بحرية وسهولة على الرمال عكس الأحصنة. حتى أن هذا المناخ الصعب الذي يعيش فيه الجمل في الصحراء يجعله قادرا على تحمل العطش لمدة تصل إلى 3 أسابيع بالكامل. كما أن الجمل قادر على شرب 120 لترا من المياه في المرة الواحدة، والتي فيها يستطيع اكتشاف المياه في أحد المناطق. هذا السنام الذي يمتلكه الجمل يحتوي على كمية كبيرة جدا من الدهون التي يتم فيها تخزين الطعام، ولكن على هيئة دهون. حتى أن المياه يتم تخزينها على هيئة دهون أيضا، وعند الحاجة يتم الاستعانة بهذه الدهون حتى يستطيع الجمل اكتساب الطاقة مرة أخرى من جديد في هذه البيئة الصعبة، حيث أن 1 جرام من الدهون يعادل 1.1 جرام من المياه. والجمل الذي يبلغ وزنه 230 كيلوغرام يقال أنه يمتلك سنام بوزن 45 كيلوغرام. وبهذه الكمية من الدهون يستطيع الجمل المعيشة لفترة طويلة جدا دون الحاجة إلى طعام أو شراب. هذا يؤكد على براعة الخالق عز وجل. لكن الأهم هو أنه لا يجب عليك محاولة لمس أي جمل ميت في الصحراء، وذلك لأنه سوف يشكل خطورة كبيرة جدا عليك، وذلك بسبب أنه كما ذكرنا من قبل أن منطقة السنم تحتوي على كمية كبيرة من الدهون. وعندما يموت الجمل تبقى هذه الكمية من الدهون داخل الجسم، وقد تكون في حالة ضغط شديد نتيجة ارتفاعات درجات الحرارة. هذا يعني أنه بمجرد أن يتم لمس الجمل لمسة بسيطة سوف يؤدي هذا الانفجار، سوف يؤدي هذا إلى انفجار الجسم بالكامل وخروج كمية كبيرة من الدهون. حتى إن هذه الدهون تحتوي على العديد من العناصر المهمة التي تمد هذا الحيوان بالطاقة، كما أنه يحتوي على كمية كبيرة جدا من ثاني أكسيد الكربون القابل للاشتعال، مما يعني أن الجمل عبارة عن قنبلة موقوتة. حتى أن البشرة الخاصة بك سوف تكون في حالة جافة وضعيفة، ذلك يؤكد على أن اللمسة الواحدة فقط سوف تؤدي إلى إحداث هذه الأضرار الجسيمة، بالإضافة إلى دخول العديد من الكائنات الدقيقة داخل جسم الجمل، وهذا ما تؤدي إلى تكوين كمية كبيرة من الغاز. هذا كله يتجمع داخل الجمل الميت، مما يعني أنه خطير للغاية. هذا الانفجار سوف يؤثر على الكثير من الأشخاص الذين يقفون بالقرب من الجمل، بالإضافة إلى أن الغاز الذي يخرج من الجمل يكون ذو رائحة سيئة للغاية. وفي الكثير من الأوقات يعتقد الكثير من الناس أن هذا الجمل الميت يحتوي على كمية كبيرة من المياه التي توجد داخل سنامه، ولكن في الحقيقة أن هذه المياه توجد في صور الدهون لا يمكن الحصول عليها. حتى إن السوائل التي توجد داخل الجسم الخاص به تحتوي على كمية كبيرة جدا وخطيرة من البكتيريا الضارة، والتي لو قمت بشربها سوف تتعرض إلى الكثير من الأمراض وينتهي بك الأمر في المستشفى. ولهذا لا يجب عليك الاقتراب من الجمل الميت في الصحراء، لأنك سوف تتعرض إلى الكثير من المشاكل الخطيرة ولن تستطيع الحصول على المياه
لو كنت تعتقد هذا الشيء. الحوت. في الكثير من الأوقات يستطيع الكثير من الأشخاص على الشواطئ رؤية مجموعة كبيرة من الحيتان الميتة والتي لم تستطع العودة إلى المياه مرة أخرى من جديد، وينتهي بها الأمر على الشاطئ. ولكن لا يعني هذا أن الحيتان تموت بسبب عدم قدرتها على العودة مرة أخرى من جديد إلى المياه، بل إن تلوث المياه بكمية كبيرة من القمامة يجعل السباحة أمرا صعبا للغاية، حيث تتعرض الكثير من الكائنات البحرية إلى العديد من المخاطر، حتى إن الاحتباس الحراري الذي يؤثر في القطب الشمالي والقطب الجنوبي يؤثر على المياه. هذا يجعل الحيتان في وقت معين من السنة تذهب إلى أماكن غريبة لا يستطيع البشر تحديدها بسهولة، وكما هو واضح في هذا المقطع، كما يحاول البعض استخدام هذه الجثث ومحاولة عمل ثقوب فيها، ولكن هذا أدى في النهاية إلى انفجار، حيث إن الجسد يحتوي على كمية كبيرة من الغازات الخطيرة التي تؤدي في النهاية إلى تكون قنبلة موقوتة من هذا الحيوان، بالإضافة إلى أنه يحتوي على كمية كبيرة من البكتيريا الخطيرة والميكروبات الضارة التي تؤدي إلى تورم وتضخم الجسم حتى يتعرض إلى الانفجار، بالإضافة إلى تغير درجات الحرارة وعوامل الضغط أسفل سطح المياه وعلى الشاطئ. هذا يؤدي في النهاية إلى إحداث العديد من التغيرات الجسدية في جسم الحوت حتى ينتهي به الأمر بهذه الطريقة. وفي الكثير من الأوقات يحاول العلماء نقل جثة الحوت باستخدام الرافعة، ويحدث أن يتعرض جسم الحوت إلى الانفجار كما هو واضح أمامك. يقال أنه في عام 2004 كان يتم نقل هذا الحوت الضخم جدا والذي كان يشكل خطورة كبيرة على الأشخاص الموجودين في هذه المدينة، حيث كان يصل طوله إلى 17 متر ووزنه إلى حوالي طنا بالكامل. وبينما كان يتم نقله من المدينة تعرض إلى الانفجار، إلى نشر كمية كبيرة من الغازات والسوائل الخطيرة على الأشخاص الموجودين في هذا المكان، وأثر كذلك على كل المنازل والمحلات الموجودة في هذا المكان، بالإضافة إلى أنه كانت توجد كمية كبيرة من الدماء، حتى إن كانت هناك العديد من الروائح الكريهة التي لم يستطع سكان هذه المنطقة تحملها. يقال أيضا في إحدى المرات في عام 2013 كانت هناك سمكة حوت على الشاطئ، وكان يحاول العلماء تحديد سبب الوفاة وذلك بعمل ثقب في بطن الحوت، ولكن هذا أدى في النهاية إلى انفجار الحوت بطريقة خطيرة جدا، مما يؤكد على أنه ليس من هذه الحيوانات الميتة الضخمة في الحجم. هو أمر خطير جدا، ومن الممكن أن يعرض حياة أي شخص يحاول القيام بذلك إلى خطورة بالغة. وفي النهاية، هل كنت تعلم خطورة الاقتراب من لمس الحوت أو الجمل الميت من قبل؟ أخبرونا بذلك في التعليقات، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. Thank you.